بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة حلقتنا النهاردة زي ما عودناكم بتبقى نصين، نص فيه الأول الأخبار بتهم جمهور النادي الأهلي وجمهور الرياضة عامة، تبقى أخبار مهمة والحقيقة بنحط الضوء عليها في الألعاب الأخرى. النص الثاني هيكون معانا ضيف، بس الحقيقة قبل ما أتكلم عن الضيف الحقيقة في قصة صغيرة كده استحميني للآخر عشان أقول لكم مين الضيف اللي معانا. امبارح وكالات الاعلام الرياضيه كلها بتتكلم على حدث رياضي مهم حصل امبارح. حبيب محمدوف لاعب اللاعب الدولي طبعا من داغستان روسيا، اللاعب ده لاعب في فنون القتال، هو ده اللي معانا في الفيديو. اللاعب ده امبارح بعد المكسب والفوز لقينا فيه بكاء وعياط. الحقيقه الفيديو شدني، اتفرجت عليه عرفت هو اولا المباراه امبارح كانت المباراه 29 لمحمدوف في تاريخه في اللعبه دي. طبعا يو اف سي 254 دي اسم الوكاله اللي بتنظم هذه الالعاب. طبعا شايفين بكاء باين على وشه، البكاء ده ما كانش بكاء النصر، البكاء ده كان ان اليوم ده او المباراه دي هتكون المباراه الاخيره، واعلن اعتزاله حبيب محمدوف امبارح بعد المباراه النهائيه. اللي ما تعرفوش عن حبيب ان والده توفى من 3 شهور بفيروس كورونا، والده توفى من 3 شهور بفيروس كورونا. والحقيقه هو كان واخد دائما ابدا يحضر والده، يحضر معاه المباريات. والده كان والده اسمه عبد المناف، وكان والده هو اللي مرانه وهو اللي كبره وهو اللي تعب معاه وكان معاه في كل حته. والده توفى من 3 شهور، الوكاله يو اف سي كلموه قالوا له طبعا حزن حزن شديد جدا على والده. كلمته الوكاله، انا هقول لكم الكلام اللي قاله هو دلوقتي انا سمعته، قال انه يعني الوكاله كلمته قالت له في ماتش مع اللاعب الامريكي جاستن جيتشي، هيعملوا مباراه، المباراه دي هتتعمل في ابو ظبي في الامارات، رايك ايه تلعب ولا ما تلعبش؟ فهو قال في الفيديو، قال ان انا قعدت 3 ايام مع والدتي، والدتي قالت له او والدته قالت له مش هينفع تلعب من غير باباك. فهو فكر في الموضوع بيقول لمده 3 ايام، قال لوالدته قال له قال لها انا هلعب الماتش وده هيبقى اخر ماتش ليا في حياتي. مباراته امبارح رقم 29، كسب 29 مباراه، اسطوره ما اتكررتش قبل كده. بعد ما نهى المباراه قال في التقرير اللي معانا ده او قال في اللقاء ده، قال انه انا اديت وعد ان انا دي هتبقى اخر مباراه ودي اخر مباراه، انا بعلن اعتزالي النهارده كامله لاني مش هقدر العب تاني بعد اي مباراه تانيه بعد كده من غير والدي. فالحقيقه كانت امبارح لحظات مؤثره جدا، ويعني زي ما انتم شايفين تاثير ده بعد ما عيط كمان الفيديو، عينيه طبعا مش قادر يفتحها من العياط والبكاء. زي ما انتم شايفين الفريق بيحاول يساعده يخرجه من المود ده. طبعا اللي لابسها دي باروكه بيلبسها لان كان عنده اصابه في ودنه فما بيحبش يبينها للناس. محمدوف احد الاساطير الكبيره جدا في اللعبه دي. نطلع من القصه دي بايه؟ نطلع من القصه دي ان الاب والاسره، بس نقول الاب بصفه عامه او بصفه خاصه، الاب ليه دور كبير جدا في بناء البطل. الاب هو اللي بيذلله العقبات، هو اللي بيفتح لك الطريق. ويا سلام لو الاب باباه اللي على ايده الشمال، باباه اللي على ايده الشمال عبد المناف واقف جنبه وفي ظهره، ده وصوله والده كمان معاه في كل البطولات، وكان باباه مصارع وعلمه المصارعه وعلمه ازاي يقاتل. 29 مباراه ما خسرهمش، 28 مباراه منهم باباه اللي واقف له بره. اللي عايز اقوله انه نتعلم من ده ان الاب هو اللي بيفتح الطريق لابنه البطل الرياضي بالذات. يمكن الام طبعا ليها دور كبير جدا، ولكن الاب اللي بيعلمه ازاي يصبر، ازاي يتحمل، ازاي يبقى عنده جلد وبيقف في ظهره. الحقيقه يمكن محمدوف ما حسش بالنعمه الكبيره دي غير يمكن لما للاسف والده توفى. فالحقيقه كل رياضي في مصر وكل واحد في مصر يعني لازم يقدر قد ايه والده نعمه كبيره في حياته. طبعا الاب والام ما فيهمش كلام، بس احنا النهارده بنركز على الاب اكتر.